السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 5 اغسطس 2020 او 5/8/2020، الدور الاوروبي او اليوروبا ليج، عودة دور 16، مباراة بين شختار دونيتسك الأوكراني أمام فولفسبورغ الألماني الساعة 6:55 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 7:55 دقيقة مساء بتوقيت السعودية. باقي التوقيتات هتكون في آخر الفيديو بإذن الله تعالى. القناة الناقلة هي بين سبورتس اتش دي 2 والمعلق باسم الزير. كوبنهاجن الدنماركي هيلعب أمام اسطنبول باشاك شهير التركي الساعة 6:55 دقيقة مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:55 دقيقة مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة هي قناة بين سبورتس اتش دي 1 والمعلق حسن العيدروس. مانشستر يونايتد الانجليزي هيلعب امام لاس كلينز النمساوي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2 والبين سبورتس اتش دي 4 والمعلق عادل خلو. انتر ميلان الايطالي هيلعب امام ختافي الاسباني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 3 والمعلق سوار الذهب. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أو الدوري السعودي الأسبوع 23، الوحدة هيلعب أمام الشباب الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية. والقناة الناقلة الرياضية السعودية الثالثة والمعلق سمير المعرفي. العدالة هيلعب أمام الاتفاق الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة الرياضية السعودية الرابعة أو KSA سبورتس 4 والمعلق جعفر الصليح. النصر السعودي هيلعب امام الهلال السعودي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة KSA سبورتس 2 HD والمعلق عبدالله الحربي، وقناة الرياضية السعودية 1 او KSA سبورتس 1 والمعلق فهد العتيبي. البطولة المغربية الاحترافية 1 او الدوري المغربي الاسبوع 19، المغرب التطواني هيلعب امام الرجاء الرياضي المغربي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي والمعلق نوفل باشي، وقناة الرياضية لايف اتش دي او قناة الرياضية المغربية. الدور الاردني للمحترفين او الدور الاردني الاسبوع الثاني، سحاب هيلعب امام الجزيرة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت الاردن. الحسين اربد هيلعب امام الصريح الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8:30 مساء بتوقيت الاردن. القناة الناقلة هي قناة الاردن الرياضية. كأس الجمهورية العربية السورية، المجد هيلعب أمام الساحل في نصف النهائي الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت سوريا. الجيش هيلعب أمام الوحدة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت سوريا. القنوات الناقلة ممكن قناة سوريا دراما. كأس النخبة اللبناني، العهد هيلعب أمام التضامن الأسبوع الثاني من الدور اللبناني أو كأس النخبة اللبناني الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 4:30 بتوقيت لبنان. البرج هيلعب أمام الشباب الغازية الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 4:30 بتوقيت لبنان. وربنا يكون في عون اللبنانيين طبعا في الأحداث التي جرت اليوم في بلادهم إثر انفجار نترات الأمونيا، وكان الله في العون وشفاهم الله وعافاهم بإذن الله تعالى وحماهم الله من هذه الكارثة، ربنا يعافينا جميعا. متابعينا الكرام، كأس النخبة اللبناني سيذاع على قناة ام تي في اللبنانية بإذن الله تعالى. عندنا مباراة ودية بين باريس سان جيرمان وسوشو الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة هي بين سبورتس اتش دي 6 والمعلق جواد بيضا، وقناة بين سبورتس 1 الفرنسية وارينا سبورت 5 اتش دي الصربية. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 بتوقيت مصر وتوقيت السعودية. وباقي التوقيتات هتكون في اخر الفيديو باذن الله تعالى. لا تنسى الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، واعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. واليكم توقيتات باقي الدول، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا والمانيا. بالنسبه لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعوديه والكويت وقطر، من فضلك قضي في ساعه، يعني الساعه 2 هتكون الساعه 3. توقيت الامارات وعمان اضف ساعتين، يعني الساعه 2 هتكون الساعه 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وانجلترا قلل ساعه، توقيت الساعه 2 هتكون الساعه 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعه 2 هتكون الساعه 12. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.